سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا استباقيا من أجل ضمان السيرورة الحسنة لموسم الاصطياف لهذا العام. يرتكز هذا المخطط بالتواجد الميداني لوحدات الدرك الوطني عبر مختلف شبكات الطرقات من أجل تسهيل حركة المرور، الطرق التي تؤدي إلى مختلف الشواطئ أو حتى الطرق الوطنية والطريق السريع. في هذا الشأن الشواطئ التي تقع ضمن اختصاص الدرك الوطني تم تدعيمها بأفراد ضمانا لأمن المواطنين وسلامتهم، كما أن فرق حماية الأحداث ستكون حاضرة من أجل مرافقة أبنائنا وعائلاتنا على الشواطئ وتقديم يد المساعدة وتقديم مختلف النصائح والإرشادات، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الصحة العمومية، فيما يخص بيع المأكولات التي من الممكن أن تشكل خطر على المصطافين. أيضا تقدم نصائح وإرشادات للعائلات فيما يخص ضرورة مرافقة أبنائهم لتجنب حالات الغرق أو حتى حالات تيهان الأطفال. أيضا فرق حماية البيئة ستكون حاضرة من أجل أخذ عينات من مياه البحر للتأكد من سلامتها ومن صلاحيتها للسباحة. تجدر الإشارة إلى أن موسم الاصطياف لا يقتصر فقط على الولايات الساحلة، وإنما هذا المخطط يشمل كل ولايات الوطن. وفي هذا الشأن نوجه نداء للمواطنين الذين يتوجهون إلى الغابات بضرورة احترام كل الاحتياطات تجنبا لنشوب الحرائق. في الأخير نوجه نداء لكافة المواطنين بضرورة احترام قواعد قانون المرور أثناء تنقلهم إلى الشواطئ، كما نوجه نداء للمواطنين من أجل التبليغ عن أي طارئ والتبليغ عن أي تصرف أو مخالفة من شأنها أن تعكر صف المواطنين أثناء قضائهم لعطلتهم الصيفية.